أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية الإخبارية الجديدة والمباشرة من قناة النيل الأخبار في القاهرة، والتي نتصدى فيها لموضوعين. موضوع يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية المختلفة ضد الفلسطينيين، أما في الموضوع الثاني فنتعرض للتصعيد على الجبهة اللبنانية الذي يتزايد مع الوقت في الآونة الأخيرة. فاصل قصير ونبدأ معكم أول ملفات هذه الوقفة الإخبارية. قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف 150 مدرسة تابعة للأونروا مخصصة لإيواء النازحين منذ 7 أكتوبر الماضي. استشهد 3 وأصيب 7 من الفلسطينيين جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لمدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في مركز إيواء أسماء بمخيم الشاطئ بشمال غرب قطاع غزة. في وقت دخلت الحرب شهرها 9، تواصلت عمليات القصف الإسرائيلي على مختلف أنحاء قطاع غزة، حيث طالت بشكل خاص مخيمات للنازحين بعد هجوم دام على مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وقال الدفاع المدني في غزة إن فرقا تابعة له توجهت إلى موقع المدرسة في أعقاب القصف، حيث استشهد وأصيب العشرات، وذلك بعد يوم واحد على المجزرة التي ارتكبها في مدرسة تابعة للوكالة الأممية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأفاد مستشفى في قطاع غزة عن استشهاد العشرات في قصف طال مدرسة تابعة للأونروا. أعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عنه قائلا إن المدرسة تؤوي مجمعا لحماس على حد قوله. وقال جيش الاحتلال في بيان إن طائرات مقاتلة نفذت ضربة دقيقة استهدفت مجمعا تابعا لحماس داخل مدرسة للأونروا في منطقة النصيرات. وقصفت إسرائيل مدرسة في غزة في غارة جوية زعمت أنها استهدفت نحو 30 مسلحا من حماس، حركة الجهاد الإسلامي كانوا داخلها، لكن مسؤولا في حماس قال إن 40 شخصا استشهدوا بينهم نساء وأطفال كانوا يحتمون بالمدرسة التابعة للأمم المتحدة. وذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن المدرسة كانت تؤوي 6000 نازح وقت القصف. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريغا إنه مثال مروع آخر على الثمن الذي يدفعه المدنيون، وهو أن الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة يجبرون على التنقل داخل دائرة الموت المحيطة بغزة في محاولة للعثور على الأمان. مزيد من المتابعة والرأي والتعليق ينضم إلينا الأستاذ الدكتور مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر في قطاع غزة. دكتور مخيمر مساء الخير، تحياتي لحضرتك. مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور مخيمر. انتهاكات إسرائيلية متعددة ومختلفة، إجرامية في كثير من الحالات ولا إنسانية في كلها، يعني نوع من أنواع المخالفة والانتهاك لحقوق الإنسان في المعتقلات والسجون الإسرائيلية، استهداف لأماكن إيواء وضرب لكثير من مقرات الأونروا وقصف لهذه المقرات وقتل واستشهاد لعدد كبير من الأطفال. كيف تنظر إلى تصريح الأمين العام للأمم المتحدة بوضع إسرائيل على قائمة سوداء للدول التي تقتل الأطفال، وبالتبعية رد نتنياهو الذي عكس هذا التصريح في حق الأمم المتحدة زورا وبهتانا وكذبا طبعا بطبيعة الحال؟ الشواهد التي حصلت على مدار الأشهر الثمانية الماضية من استهداف للأطفال الفلسطينيين، وعندما ننظر إلى لغة الأرقام يعني أكثر من 13 ألف من الأطفال الفلسطينيين قتلوا خلال 8 أشهر الماضية. الحديث يدور كذلك عن عشرات آلاف الأطفال الذين يُسموا
واصبحوا اما بدون يعني احد الابوين او مقتل الابوين. يعني هذا جعل الامم المتحده اضافه الى مجموعه من الانتهاكات الاخرى التي مارستها قوات الاحتلال الاسرائيلي على مدار الاشهر الثامنه الثمانيه الماضيه، جعل الامم المتحده والامين العام للامم المتحده وضع اسرائيل على القائمه السوداء، جيش الاحتلال الاسرائيلي واسرائيل، بسبب هذه الانتهاكات التي تمارس ضد الابطال الفلسطينيين. ويعني هذه ليست يعني هذا التصنيف من قبل الامم المتحده ليس منفصلا عن قرارات اخرى حصلت في الاشهر الاخيره والاسابيع الاخيره، قرار المدعي العام لمحكمه الجنايات الدوليه الذي طالب قضاة المحكمة بتوجيه يعني اعتقال إلى نتنياهو رئيس الوزراء ووزير الجيش في إسرائيل جالانت، إضافة إلى القرارات التي صدرت عن محكمة العدل الدولية، وطالبت إسرائيل بوقف العملية العسكرية في رفح ووقف إغلاق المعبر وإدخال المساعدات للفلسطينيين. يضاف ذلك حملة التضامن الدولي الواسعة مع الفلسطينيين على مستوى اعتراف دول أخرى بفلسطين وهذه التظاهرات العالمية. بمعنى من الواضح أنه يعني ليس سرا أن إسرائيل باتت معزولة، وهذا ما قاله بالمناسبة الرئيس بايدن في خطابه يوم الجمعة الماضي عندما أعلن عن مقترحاته لوقف إطلاق النار، قال بشكل واضح أنه يتخوف من أن تصبح إسرائيل دولة معزولة. دولة معزولة هي بسبب هذه التصرفات الغير أخلاقية غير قانونية تتناقض مع الغير أخلاقية الدولي. دكتور مخيمر، في الوقت الذي يقول فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويدعي ويزعم كذبا طبعا أن الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، من أين له أن يأتي بمثل هذا التصريح في الوقت الذي يقتل فيه الأطفال بهذه الأعداد، وخاصة أنه يعلن دائما أنه يستهدف مقاتلي حماس أو مقاتلي المقاومة الفلسطينية، يستهدف مقاتلين أو مقاومين يعني، وتكون المحصلة استشهاد 15 طفلا في مدرسة من المدارس أو في مقر من المقرات وهكذا، حتى أن العدد الآن ربما يتجاوز حتى 13,000 اللي حضرتك ذكرتهم، ويصل ويزيد عن 15,000 ربما وأكثر من ذلك ربما بكثير من مجمل الشهداء الذين تجاوز عددهم 35,000 على الأقل حتى الآن. يعني نتنياهو الذي يعتبر في إسرائيل هو أولا يعني متهم بجرائم في داخل إسرائيل، والمفترض أن يكون هناك يعني محاكمة لنتنياهو على الجرائم والفساد الذي ارتكبه في إسرائيل، إضافة إلى التهم التي وجهها المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية إلى نتنياهو. يعني لا أحد يصدق نتنياهو، ولا أحد يعني ينظر باحترام على المستوى الدولي لنتنياهو، ولذلك نتنياهو يستطيع أن يقول ما يقول، يعني يقول بأنه هذا الجيش جيش الاحتلال الإسرائيلي هو الأكثر أخلاقية في العالم. يعني هذا حكي أو حديث ليس له أي منطق أو ليس له أي قيمة في الوقت الذي نشاهد يعني العالم كله بات يشاهد المجازر يعني اليومية وعمليات القتل، استهداف مقرات الأمم المتحدة، استهداف مدارس الأونروا والتابعة للأمم المتحدة، استهداف المستشفيات والمدارس. يعني هذا القتل بالجملة وهذه المذابح التي تحصل يوميا في قطاع غزة على مدار 8 أشهر، يعني بات العالم وربما أكثر من ذلك بكثير. دكتور مخيمر اسمح لي، يعني هذه الجرائم الإسرائيلية متكررة في تاريخ إسرائيل منذ أكثر من 76 عاما حتى الآن، لماذا ردت الفعل الغاضبة على المستوى الدولي لهذه الجرائم رغم أنه لم يصدر حتى الآن قرار بوقف هذه الحرب وينفذ، حتى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها يعني اعترضت على هذا القرار عندما قدم مشروعه
مرارا وتكرارا، ربما أكثر من 7 مرات حتى الآن. يعني أنت سألت سؤالا مهما، يعني لماذا هذه المرة التي يتم فيها إدراج إسرائيل في القائمة السوداء وجيش الاحتلال الإسرائيلي في القائمة السوداء؟ أولا يعني على مدار 76 عاما من الصراع العربي الإسرائيلي لم يحدث وأن استمر صراع على مدار 8 أشهر، ونحن الآن على أبواب الشهر التاسع، هذا أولا. ثانيا لم يحدث أن تم قتل هذا العدد من الفلسطينيين أو من العرب في حروب سابقة، سواء في الحرب عام 48 أو في 67 أو ما بعد ذلك. هذه بعتقد أكثر مرة يتم فيها قتل هذا العدد الكبير من الفلسطينيين. والأهم من ذلك أنه أكثر من ثلثي الضحايا والإصابات هم من الأطفال والنساء، الأطفال والنساء. لذلك يعني بعتقد أنه ما حصل على مدار هذه 8 أشهر جعل ليس فقط الأمم المتحدة، كما قلت محاكم دولية مثل محكمة الجنايات ومحكمة العدل الدولي والآن الأمم المتحدة، حتى أصدقاء إسرائيل في العالم يعني باتوا مضطرين للتخلي عن إسرائيل، لأنه لا يعقل لأي دولة تدعي أنها حامية الديمقراطية وحامية حقوق الإنسان وأنها تدافع عن قيم الحضارة. طيب في تقديرك يا دكتور مخيمر، تدافع عن إسرائيل في هذا الوقت، في تقديرك لماذا إسرائيل ماضية في جرائمها بهذه الصورة الهمجية والوحشية والجنونية في هذه الأونة وفي هذه الشهور التسعة الأخيرة، ورد فعل كثير من أصدقاء إسرائيل في العالم يتراجع، ودول كثيرة تعترف بفلسطين ردا على هذه الهمجية الإسرائيلية، وما زالت إسرائيل ماضية في عدوانها؟ يعني كيف تفسر ذلك؟ هل هي يعني حالة من حالات العقيدة الإسرائيلية التي تخشى مثلا زوال إسرائيل في هذا العقد؟ هو بالمناسبة ليس فقط العالم بات يتخلى عن إسرائيل، ولكن حتى شركاء نتنياهو في الحكومة باتوا يتخلوا عن نتنياهو. ودعني أذكر هنا بمفترض غدا أحد وزراء حرب مجلس الحرب في إسرائيل بني جانز سوف يعلن انسحابه من حكومة الحرب باعتباره شريكا لنتنياهو في هذه الحكومة، لأنه هناك حتى في إسرائيل غير راضيين عن سياسات نتنياهو. ليس عطفا بالفلسطينيين أو حبا بالفلسطينيين، وإنما لأنه جزء كبير من الإسرائيليين بات يعتقد بأن نتنياهو بات خطرا على إسرائيل. الآن لماذا يستمر نتنياهو بهذا المسلسل من الإجرام والقتل؟ هو يحاول إطالة أمد الحرب إلى أبعد مدى ممكن، هو من خلال ذلك يتجنب أي محاسبة عن هجوم 7 أكتوبر باعتباره رئيس الحكومة وهو مسؤول عن ذلك، وهو كذلك يتجنب التحقيقات الداخلية في موضوع جرائم هو متهم بها في إسرائيل. والآن يعني ما حصل يوم 7 أكتوبر، ولذلك نتنياهو يطيل الحرب لكي ينجو بنفسه سياسيا وحتى لا تنهار الحكومة ويبقى رئيسا للوزراء. يعني أنت ذكرت كذلك نقطة مهمة، واضح أنه للأسف في العقيدة اليهودية وفي الدين اليهودي هناك من يحلل قتل وذبح الأطفال، وسمعنا بعض حاخامات ليس ذلك فقط دكتور مخيمر، وربما أيضا سجن سيديت تيمان الإسرائيلي الذي يعني افتتح بعد الحرب على غزة والذي اكتسب شهرة واسعة في الشهور الأخيرة بما يجري فيه من جرائم تعذيب للفلسطينيين، وثبت أن ليس لهم علاقة بحماس أو بجماعات مسلحة، الأمر الذي أوصل حتى المدعي العام الإسرائيلي إلى توقيف أو وقف هذا المعسكر أو هذا السجن، مما يدلل على يعني اعتراف ضمني بالجرائم التي ترتكب داخل هذا المعسكر أو داخل هذا السجن. كيف تنظر إلى كل هذه الانتهاكات المختلفة مع ما يتناقض معه من تصريحات إسرائيلية مختلفة طيلة الوقت وأكاذيب ومزاعم، من بينها أنه الجيش الأكثر أخلاقية وأنها الدولة التي تمثل قيم ما في المنطقة وما شابه ذلك من ادعاءات كاذبة؟ كيف تنظر إلى هذه الجرائم، وكيف يمكن وقف هذه الجرائم بالإجمال ككل؟ وهذا هو الأهم.
ما ذكرته مهم جدا. يعني هناك بعض الصحف في إسرائيل وخاصة صحيفة هآرس الإسرائيلية وبعض الإعلام المستقل في إسرائيل الذي بات ينتقد ممارسات الحكومة وممارسات الجيش وأجهزة الأمن في إسرائيل، ومنها هذا السجن الإسرائيلي الذي اختفى فيه عشرات المناضلين الفلسطينيين الذين اعتقلوا في قطاع غزة وعادوا جثث إلى القطاع بسبب أساليب التعذيب الوحشية. وهناك إفادات لمئات بل آلاف الفلسطينيين الذين اعتقلوا خلال الثمانية أشهر الماضية وتحدثوا عن أساليب التعذيب الوحشية من ربط العينين وربط الأيدين وجعل يعني جعل المعتقلين يعني يجلسون على أماكن لا تصلح للجلوس أو للنوم. وبالتالي هذه الإفادات وصلت إلى منظمات الأمم المتحدة وإلى منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، وهذه وأصبحت بمثابة فضيحة في إسرائيل، هي ليست أقل من فضيحة سجن أبو غريب بالمناسبة التي حصلت في العراق في العام 2003. ولذلك يعني هذه السياسة طبعا كانت هذه الأساليب الوحشية تتم للحصول على اعترافات فيما يتعلق بمكان وجود الرهائن أو الأسرى الإسرائيليين. نعم. ولكن هي في النهاية تحقيقات تتم مع مواطنين عاديين ليس لهم علاقة بحماس أو ليس لهم علاقة بموضوع هجوم 7 أكتوبر. بعتقد أنه في نهاية الأمر إسرائيل وهذا الجيش جيش الاحتلال الإسرائيلي كشف عن حقيقته باعتباره هو جيش إرهابي. وربما يعني الجملة اللي حضرتك ذكرتها دكتور مخامر، وأرجو أن حضرتك تزيد في توضيحها أكتر، يبدو بالفعل أنه كل هذه الجرائم هي ممارسة لنوع من العقيدة المحرفة والمنحرفة، ولا نقول العقيدة اليهودية، لأنه في النهاية لا يمكن أن تكون شريعة سماوية تسمح بقتل الأطفال وتعذيب الأبرياء وما شابه ذلك من كل الجرائم المرتكبة على مدار 8 عقود. يعني ما الذي يمكن أن تؤكد عليه في الشخصية الصهيونية تدفعها لكل هذه الجرائم وتطمع من وراء كل هذه الجرائم لتحقيق شيء ما؟ أنا ما أستطيع أن أقول لك أنه من خلال مشاهدات كثير من جرائم إسرائيل ليس فقط على مدار 8 أشهر الماضية وإنما على امتداد الصراع العربي الإسرائيلي، وشاهدنا كثير كيف تم حرق مثلا عائلة دوابشة في الضفة الغربية في العام 2014، شاهدنا دبابات الاحتلال الإسرائيلي وهي تدوس على جثث الفلسطينيين في قطاع غزة، شاهدنا كيف يتم جر الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي. هذا يعبر عن سادية هذا الجيش، هذا جيش الاحتلال الإسرائيلي، هناك نوع من السادية في التعامل مع الفلسطينيين، هذا أولا. ثانيا كما قلت لك يعني واضح أن هناك حاخامات معينين في إسرائيل يصدرون مثل هذه التوجيهات، وهناك كتيبة بالمناسبة، هناك كتيبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي تسمى نيتفح يهودا، وهي كتيبة من اليهود المتدينين أو المتشددين دينيا، والتي متهمة بارتكاب أعمال قتل وأعمال غير قانونية وغير إنسانية ضد الفلسطينيين. ولذلك يعني جزء من هذا السلوك الإسرائيلي هو جزء منه هو انتقام من الفلسطينيين، وجزء منه كما قلت هو يعبر عن سادية الاحتلال الإسرائيلي، جزء من ذلك يعبر عن تصريحات أصدرها كثير من حاخامات إسرائيل، ويعني ذهبوا إلى حد قتل الأطفال الفلسطينيين لأنهم يوما من الأيام سيكبرون وسيكونوا يعني يقوموا بالمقاومة ضد إسرائيل. ولذلك أنت تتحدث عن مجتمع للأسف بشكل عام بتركيبته هي تركيبة عنصرية، حتى داخل هذا المجتمع هناك عنصرية بين اليهود الشرقيين واليهود الغربيين. صحيح. إذا يعني ما نظرنا بشكل أعمق حتى داخل إسرائيل. أشكرك شكر جزيل الأستاذ الدكتور مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر الشريف بقطاع غزة، شكرا جزيلا لحضرتك. الملف الثاني المتعلق بتصعيد وتوسيع الاشتباك في الجبهة الشمالية بالنسبة لإسرائيل أو الجنوب اللبناني
وفي هذا الإطار دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني على طول الحدود، معربا عن قلقه من خطر نشوب صراع أوسع نطاقا تكون له عواقب مدمرة على المنطقة. قال ستيفان دوكاريك المتحدث باسم الأمين العام في بيان إنه مع استمرار تبادل إطلاق النار حول الخط الأزرق فإن الأمين العام يدعو الأطراف مرة أخرى إلى وقف عاجل لإطلاق النار. من جانبه قال رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتزي هليفي إن إسرائيل مستعدة لشن هجوم عسكري على طول الحدود الشمالية مع لبنان. في الصراع على جبهة جديدة لإسرائيل التي أعلنت استعدادها التحول نحو الهجوم على الجبهة الشمالية من لبنان، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتزي هليفي أعلن أن دولته على استعداد لشن هجوم عسكري شامل على طول الحدود الشمالية، محذرا من أن القيادة على وشك اتخاذ قرار. وحذر المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر من أن القتال في الشمال ليس واقعا مستداما، مؤكدا التزام إسرائيل بأمن عشرات الآلاف من مواطنيها الذين تم إجلاؤهم من المنطقة وضمان عودتهم إلى ديارهم. واعتبر مينسر أن الأمر حاليا في يد حزب الله ليقرر ما إذا كان يمكن تحقيق ذلك بالوسائل الدبلوماسية أو بالقوة، مضيفا نحن ندافع عن هذا البلد ولا ينبغي لأحد أن يتفاجأ بردنا. من جانبه أكد حزب الله اللبناني أن الحزب لا يسعى لتوسيع دائرة الصراع مع إسرائيل، ولكنه على استعداد لخوض أي حرب تفرض عليه، وذلك فيما تتصاعد الأعمال القتالية عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية. الإدارة الأمريكية من جانبها عبرت عن رغبتها في وقف التصعيد، معتبرة أن اتفاقا للحدود البرية بين إسرائيل ولبنان يتم تنفيذه على مراحل قد يخفف من الصراع المحتدم والدامي بين البلدين. وتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار على طول الشريط الحدودي خلال الأشهر الثمانية الماضية بالتزامن مع حرب غزة، وكان آخر فقرات هذا الصراع إطلاق الحزب سربا من الطائرات المسيرة على مقر قيادة لفرقة الجليل التابعة للجيش الإسرائيلي ردا على غارة إسرائيلية أدت إلى مقتل أحد أعضائه، الأمر الذي أثار مخاوف من احتمال اندلاع صراع أوسع بين الخصمين. مزيد من التفاصيل والتحليل حول هذا الملف ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت سيادة العميد عمر معربوني الخبير الأمني والعسكري. مساء الخير سيادة العميد. مساء الأنوار، تحياتي لكم. أهلا بك سيادة العميد. دعني أبدأ من تصريح إسرائيلي أو من وصف إسرائيلي لحقيقة الصراع بين إسرائيل وحزب الله. بعض الوزراء الإسرائيليين يعتبرون أن تأجيل الحرب مع إيران وحزب الله فيه تدمير مستقبلي لإسرائيل. كيف تنظر إلى حقيقة هذا التصريح وكيف تنظر إلى حقيقة الموقف الإسرائيلي في التصعيد مع حزب الله اللبناني وإيران؟ تحياتي لكم مرة أخرى. أهلا بك. الحقيقة هناك يعني الكثير من الصحة في التحليل الإسرائيلي بأنه تأجيل الحرب مع حزب الله بشكل أساسي يعني تراكم المزيد من الإمكانيات ومكامن القوة لدى الحزب. بهذا المعنى يعني أعتقد أن الإسرائيليين يدركون أن قوة حزب الله تزايدت بشكل كبير وأصبحت يعني بما يمكن أن نسميه تهديدا وجوديا لإسرائيل. وهذا طبعا يعني رأي الغالبية الساحقة من المحللين الإسرائيليين الاستراتيجيين والعسكريين بشكل أساسي. طبعا حزب الله ليس التهديد الوحيد بالكيان الإسرائيلي الآن، لكن بشكل خاص يعني حزب الله ركم قوة مختلفة عن باقي فصائل المقاومة في المنطقة. البارحة مثلا أطلق حزب الله صواريخ دفاع جوي على طائرات حربية إسرائيلية وهي المرة الأولى، وهذا بالتأكيد حدث يعني استثنائي وكبير يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. أهمية هذا الحدث أن الجيش الإسرائيلي يعتمد يعني بشكل أساسي على سلاح الجو ويعتبره درة التاج بشكل أساسي. لا طبعا حزب الله يعني قام بإطلاق صاروخ واحد على الطائرات الإسرائيلية، وقام أيضا بعمليات إقفال رداري أو إطلاق رداري
5 إلى 6 مرات يعني على طائرات أخرى دون أن يطلق الصواريخ. ومعروف تقنيا أن عمليات الإقفال الراداري أو الإطلاق الراداري تلحظ لدى الطيار، يعني خصوصا في الطائرات الحديثة التي يمتلكها سلاح الجو الإسرائيلي. من هنا أنا طبعا أركز على هذه المسألة كمؤشر على تصاعد قوة حزب الله. لكن إذا أخذنا المسألة بالجملة، الآن الكيان الإسرائيلي بات محاصرا بالنار من كل الاتجاهات، يعني تسقط قذائف وصواريخ ومسيرات عليه من اليمن، يعني تأتي من اليمن، من العراق، من سوريا، من لبنان، من غزة ومن أماكن أخرى. إذن هناك يعني قلق وجودي يعني لا نشتريه الآن. نتنياهو قال بعد عملية طوفان الأقصى أن ما يحصل هو معركة وجودية، يورجلن قال أنها معركة نصر أو موت. إذن التوصيف الإسرائيلي الآن لطبيعة المعركة ووضعيتها هو توصيف قلق إلى حد كبير، وبالتالي وافق طبعا على ما جاء في تحليلات الخبراء الإسرائيليين في هذا الصدد. طب سيادة العميد، يعني اسمح لي، إذا كان يعني في حكم السياسة يمكن استخدام ما اصطلح على توصيفه بفقه التقية وإخفاء ما تبطن وإظهار عكس ما تبطن وما شابه ذلك، وهذا الأمر قد يكون موجود في العقيدة الصهيونية إن صح الوصف والتعبير، أتساءل هنا مع حضرتك عن رأيك في تحليل بعض المحللين من أنه ما يجري هو نوع من أنواع التصعيد وخرق لقواعد اشتباك متعارف عليها. بنقل حضرتك لرأي آخر بأنه ما يجري الآن هو وضع قواعد اشتباك جديدة في هذا الإطار لتحقيق مكاسب سياسية لكلا الطرفين في ضوء مفاوضات تجري بين أطراف إقليمية مع الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، وحزب الله وإسرائيل من أجل منع نشوب هذا الصراع الأكبر. كيف تنظر لتحليل ما قيل بالجملة؟ لا طبعا أنا لست من الذين يعني يوافقون على أن هناك بما يرتبط بالكيان الإسرائيلي وفي هذه المعركة بالتحديد نوعا من التقية السياسية أو إظهار أو إبطان ما لا يجب إظهاره أو ما إلى ذلك، خصوصا أيضا في مسألة المفاوضات. يعني المفاوضات يعني موجودة بطريقة غير مباشرة بين إيران والأمريكيين عبر سلطنة عمان ودول أخرى صديقة للطرفين، لكن لم تصل إلى نتائج. هذه النتائج بالحقيقة مرتبطة بنتائج هذه الوضعية الموجودة في الميدان وتحديدا في غزة. طبعا المقاربات الآن يجب أن تنطلق يعني من نتائج معركة طوفان الأقصى وما أحدثته في الكيان الإسرائيلي. متفق عليه طبعا بين الجميع، يعني سواء كانوا أصدقاء لإسرائيل أو أعداء لها، أن الإسرائيلي الآن يعيش مأزق حقيقي. إمكانية يعني الخروج من هذا المأزق يعني باتت يعني معقدة جدا وصعبة جدا. لذلك تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الذهاب باتجاه يعني عقلنة يعني العقل الإسرائيلي الآن ودفعه باتجاه الهدوء لحفظ ما تبقى هذا الموضوع سيد الكريم يحتاج طبعا إلى إحاطة واسعة جدا. أعتقد أن الوقت غير متاح لنا للدخول في تشريح هذه المسألة. اسمح لي أتساءل سيادة العميد، إذا كانت إسرائيل عاشت في هذه المنطقة كدولة معلنة بشكل أو بآخر أكثر من 76 عاما، مرة في الشهر الماضي في 14 من مايو، يعني 76 عاما على إعلان قيام هذه الدولة في عام 1948، ولم تتعرض لحرب الوجود التي تزعم أنها يعني مقامة ضدها وأنها دائما ما تستغل نوع من أنواع المظلومية وما شابه ذلك، ألا ترى إسرائيل أو ألا ترى حضرتك أن إسرائيل يجب أن ترى أنه في حرب إقليمية واسعة تتشابك فيها أطراف أخرى بالفعل هذا أمر هو فعلا يمكن أن يهدد وجودها مع كل هذا الغضب العالمي مما تفعله من جرائم؟ شكرا على هذا السؤال القيم، وإن كان معنا قليل من الوقت سأحاول يعني اختصار الإجابة قدر الإمكان. سيد الكريم، الكيان الإسرائيلي الآن فقد عنصري التأسيس الأهم وهما التفوق العسكري، يعني انظر إلى غزة ولم يستطع حتى اللحظة
دخلنا في شهر تاسع أن يحقق هزيمة في المقاومة المحدودة الإمكانيات والمحاصرة، فكيف له أن يحقق هزيمة في باقي قوى المقاومة التي تمتلك إمكانيات أكبر بكثير؟ إذن التفوق انتهى. المسألة الثانية في عناصر التأسيس وهي المظلومية. يعني الآن هناك متغير كبير في الرأي العام العالمي. الإسرائيلي الذي استغل في الهولوكوست والمحرقة على مدى 80 عام هو الآن يعني صورة يعني لدى الرأي العام العالمي أنه الأكثر توحشا والأكثر همجية. إذن عناصر التأسيس سقطت، عناصر الوظيفة وهي الأخطر. هذا الكيان أنشئ ليحفظ مصالح الغرب في المنطقة، وبالطبع يعني حقق هذه المسألة عبر إرساء الأمن الكامل لشعب الكيان. طيب الآن في الحالتين يعني طوفان الأقصى والضربة الإيرانية، وهذا واقع يعني واضح وبين، استدعى يعني الإسرائيلي الغرب كله ليأتي للدفاع عنه. إذن انقلب الصورة، انقلب المشهد يعني من الدفاع عن مصالح الغرب إلى أن يأتي الغرب للدفاع عنه وإبقائه. المسألة الأخطر على الإسرائيلي الآن هي الأمن. الأمن هو الرافعة التي حفظت قوة الردع والوظيفة. الأمن الآن مهدد بشكل كبير. هذا الكيان بات محاصرا بالنار من الضفة الغربية، من غزة، من اليمن، من العراق، من سوريا، من لبنان، وأخيرا من إيران. إذن يعني بالمعنى الاستراتيجي ترميم هذه المسألة واستعادتها تعني التفوق على الجميع، هزيمة الجميع. يعني أن يذهب هذا الكيان لتحقيق الهزيمة في المقاومات في فلسطين، في لبنان، في سوريا، في العراق، في اليمن، أو حتى تحقيق الهزيمة في إيران كداعم أساسي. من هنا المسألة معقدة جدا. أعتقد يعني في العقل الباطن الإسرائيلي باتوا يدركون، وهذه هواجس عبر عنها نتنياهو منذ سنتين أو ثلاث سنوات إلى الوراء، وقال يعني أخشى ما يكونه أن لا يكمل هذا الكيان العقد الثامن من عمره. وبالتالي يبدو أنها عقدة بالفعل. سيادة العميد، واسمح لي كخبير أمني وعسكري هنا أتساءل بوصف حضرتك، ربما تقرأ العقلية العسكرية الصهيونية أفضل منا، هل يمكن القول بأنه إسرائيل تحاول الآن إرعاب أو إرهاب كل فصائل المقاومة في المحيط الإقليمي والعربي؟ لأنه يبدو أنها يعني بالتأكيد لن تستطيع تصفية كل فصائل المقاومة في كل بقعة عربية، فهل هي تبعث برسائل إنذار على سبيل الإرهاب والإرعاب كقتل الأطفال وما شابه ذلك من جرائم ضد الإنسانية ترتكب في غزة يوميا على مدار 245 يوما؟ هل تستهدف منها بث حالة نفسية معينة؟ تقرأها كيف كخبير أمن وعسكري؟ طبعا منذ يعني أواخر الثلاثينيات يعني قبل نشوء الكيان، عصابات الهجنة وغيرها من العصابات التي عملت في فلسطين المحتلة انتهجت هذا المنهج، منهج يعني التوحش الغير مسبوق، المجازر كذا. وتاريخ هذا الكيان مليء يعني بالتوحش، ليس فقط على المستوى المرتبط بالجماعات، على مستوى ما يسمى بالدولة بين مزدوجين. يعني مصر تعرضت يعني في مرحلة من المراحل مجزرة مدرسة بحر البطن، نذكرها جميعا. اتخذ فيها قرار في القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية، يعني ليست مسألة صدف أو مسألة أخطاء. صحيح. هناك يعني قرار في استخدام هذا المنهج لإرعاب وردع كل المحيط. طبعا هذا الأمر لم يعد يعني ينطلي على أحد. الآن هناك إعلام يعني عالمي، هناك وسائل تواصل اجتماعي لم تكن موجودة في السابق، وبالتالي الآن الإسرائيلي يخسر في البعد العسكري، يخسر على ذكر ذلك. ربما علمت بالطبع سيادة العميد أنه الأمين العام للأمم المتحدة أعلن عن وضع إسرائيل على قائمة الدول التي تقتل الأطفال، ورد عليه نتنياهو بأن الأمم المتحدة بهذه الصورة هي التي دخلت القائمة السوداء، لأن الجيش الإسرائيلي هو الأكثر أخلاقية في العالم. يعني كوميديا سوداء إنجاز التعبير، سامحني. يعني كيف تعلق على هذا الأمر؟ يعني شو بدك باللبناني، بشو بدك تعلق؟ يعني هذا الكيان يكذب، وهذا جيد في المناسبة. قادة الكيان الآن يكذبون، ويعني عندما يكذبون هم يعني في مأزق حقيقي. كيف لهم أن يقولوا أن هذا الجيش هو الأكثر أخلاقية، وهناك يعني مجازر ارتكبت على مدى 9 أشهر متواصلة وقبلها على مدى 80 عام؟
في لبنان وفي سوريا وفي مصر وفي الأردن وفي فلسطين وفي كل مكان يعني. وبالتالي أعتقد أن نهاية هذا الكيان باتت يعني على المشارف. طبعا أنا لا أتكلم هنا كلاما وجدانيا، عندما استعرضت لكم سقوط عناصر التأسيس وعناصر الوظيفة، أنا طبعا قمت بتنفيذ مجموعة من الدراسات الموسعة حول هذه المسألة، لأن من حقنا كعرب وكمسلمين أن ندرك يعني طبيعة ما يجري الآن بالتفصيل. وبالتالي أعتقد أن هذا الكيان دخل في مراحل النهاية، لقد يستغرق. يبدو ذلك فعلا سيادة العميد، ويبدو أن فعلا يعني هو يتحرك تحت تأثير عقدة العقد الثامن بالفعل. أشكرك شكر جزيل سيادة العميد عمر معربوني الخبير الأمني والعسكري، كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا جزيلا لحضرتك. وكل الشكر لحضراتكم مشاهدين الكرام على حسن متابعة هذه الفترة الإخبارية. خدماتنا الإخبارية تتوالى مع حضراتكم على مدار الساعة من شاشة قناة النيل الأخبار في القاهرة. طبتم وطابت أوقاتكم، إلى اللقاء.